قوم الفرسان في سجون الاحتلال معركة الأمعاء الخاوية، ولنقف جميعا عند مسؤولياتنا في خدمة قضيتهم النبيلة وأحد ركائز القضية الفلسطينية. وفي هذا السياق، وكما خاضت قيادتنا الفلسطينية ممثلة برئيسنا القائد محمود عباس حفظه الله المعركة البطلة بإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67، نثمن دور هذه القيادة أيضا لإتمام الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى ليتم الإفراج عن أكثر من 1000 أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية، حيث كانت ملامحه معروفة لدى قيادتنا الفلسطينية السلبية لبعض المسؤولين في قطاع غزة، حيث أقبلت على تحديد موعد هذا الاتفاق. وبهذه المناسبة نتوجه إلى أهالي الأسرى المفرج عنهم بالتهنئة، ونتمنى الفرج القريب لكل الأسرى البواسل. وتزامنا مع هذه المرحلة أتوجه إليكم أيها الحضور الكريم وزملاء الطلبة، وأخص بالذكر كوكبة جديدة واعدة لبناء الوطن. وفي هذا الصرح العلمي الشامخ في هذا اليوم، ولأنكم من يعطي الشرعية لمجلس الطلبة، فأقول بأننا سعداء بانضمامكم لجامعتنا، وعليكم تحمل مسؤولياتكم تجاه وطنكم وقضيتكم من خلال تحقيق أمانيكم وتطلعاتكم العلمية. ومن جهتنا نجدد العهد بأن تظل قضاياكم وهمومكم الأكاديمية والنقابية والمطلبية على رأس أولوياتنا، وأن نبقى صوتكم ولسان حالكم لتعزيز هذا الصرح الأبي الذي تعتز به فلسطين وشعبها. إننا اليوم وقد عقدنا العزم على مواصلة النهج، نمضي بسياسة الفعل والتأكيد على الخط الوطني والنقابي الذي نؤمن به. Yeah.
Thank you.